شنو غتغني؟ سهرتو الحب فيه زواري قل
البن بغير غرام جسم من الروح خالي. الوجه الجديد للأغنية العربية عبد الله بياتي، وكان معك الحاج يونس، وحنا مع مارسيل بوتبول والطاقم برنامج عشنا معك اللحظات الجميلة. غتبقى انت في هذا اللون ولا شنو الطريق دابا اللي غادي تشد انت، لان انت في البداية ديالك، شنو الستيل اللي غادي يدير عبد الله بياتي؟ انا يشرفني يبقى في هذا اللون ديالي ياك التراث التراث يعني سواء كان مغربي ولا علاش، لان التراث سي اون فالور سور. دابا ولاو الاغاني كما تيقول لهم الحاج يونس لي اغاني ساندويتش. صراحه يعني ما ولاتش لا تعمر لا تعمر ياك شو لقيت عشان عندها من سنه باقي ما خلقش هو سي عبد الله حتى الاب ديالي مازال وباقي والجيل الجيل غادي يغنيها. نعم دابا صحيح ان للناس فيما يعشقون مذاهب، ولكن اليوم في زمان صارت فيه الموسيقى اقل مستوى من الاناشيد ولا دابا يا تنشوفوا الاغاني ولكن ما تنسمعوهاش. ايه اكزاكت صحيح لازم ولا دابا فن ديال الكليب الكليب إيه؟ نعم والفن ديال الزين ديال الوجه فوالا هادشي اللي كاين هادشي يعني الفنان المسكين اللي يكون ما عندوش فلوس وماشي زوين ولكن عنده الصوت ما يدير والو ما يدير والو واخا يكون غنبقاو هكذا ماشي تلاين غادي دو بير اون بير. لان انا حقيقه انا كنقول حتى الاغنيه الشبابيه خصنا نصحوا واحد المصطلح ديال الاغنيه الشبابيه يعني بزاف غلطوا. انا كنتذكر لما المرحوم محمد عبد الوهاب ورياض صنباطي والقصبجي والشيخ درويش وكانوا واسمه زكريا قالوا وحمد رامي قالوا خصنا الفوكي ان غلاف خصنا شباب. جاب واحد الشاب مسكين اسمه عبد الحليم حافظ حقروه لا ماشي حقروه هذا هو السياسه اللي دارنا صافيني مره دارنا بيت المولي دارنا مدح القمر دارينا هذا هو الشباب ماشي الشباب نجيب واحد شاب شاب بالاسم باقي صغير. نعم. لا هذا جابوا شاب وفنان كبير وعملاق. نعم. من ذاك الوقت جابوا محرر فؤاد. نعم. جابوا ماهر العطار جابوا عبد الحليم. اذا هذا هو الشباب الاختيار. نعم. اما نجيب كي الاغنيه داك اعطيو للشباب ولكن اختاروا داك المصطلح اللي خداوه المسؤولين علينا. خداوه بطريقه غلطه خداوه دون لو موفي سونس في اتجاه يعني غير صحيح غير نقول. اذا حنا بغينا الشباب ولكن ما تنساوش الجيل الحقيقي ما تنساوش الفنانين الكبار ديالنا في المغرب. نعم. ما تنساوش عظماء. نعم. كاين واحد قبل حسن القضميري. نعم. واش كاين دابا هاد الملحن يقدر يدير مثلا ما تقشي بيا او يدير بارد وسخون. نعم. القطعه اللي ما كتلحنش كيجيو كيتلاقاو حتى المسرح وكيغنيوها. نعم عبد الله بياتي ما خفتيش من هاد الكلام اللي تيقول بان دريس لك لو بيلون نوار دابا على بغى يدخل لي غني هو داخل في الاطار ديال الاغنيه الشبابيه الجميله الراقيه. نعم. والفنيه سي عبد الله. نعم. هذا هو اللي بغيناه. نعم. هو شاب ويطرب ومتبع. نعم. الاغنيه الطربيه. نعم. ما داش ما قطعش الجين ديالو وقطع النص ديال شعره ودار طانكا ودخل ودار الاغنيه ديال بغيت نضيف واحد الاضافه. ميم هاد لي زارتيست اللي كنشوفهم حنا مثلا عندهم كليب عندهم اغاني ديالهم عندنا ولكن حتى هما ملي كيكونوا في شي سهره راه كيرجعوا الاغاني القدام كيغنيو. نعم. عبد الحليم يغنيو كلثوم يغنيو هذا قال لك جديد له جده والقديم لا تفرق صافي هادشي اللي كاين. لا جديد يلا بغيت نجيب ديك الحاج. انا كنقول لك الاغنيه شنو الاغنيه. نعم. اغنيه وهي لا ميزيكوثيرابي تعالجك. نعم. شافيك داويك كان مرستان. انا كان عندي شرف نعزف في مرستان. نعم. مستشفى الامراض العقليه في حلب. نعم. كاين مستشفى امراض عقليه كان عندنا فاس كيداوى دابا الا بغيتي دابا العكس دابا جيب عند ناس بعقلهم وجيب لهم الموسيقى يتسطاو. نعم والمستوى اللي بغيت نهضر دابا حيت ما بقاش الوقت الحاج يونس وبغيت مارسيل توا كان خاصو يهضر ما تهضرش بزاف نعطيو الهضره بزاف شويه للضيف ديالك. عبد الله بياتي ايت اون فالور سور اي لو سوبر ستار سي اون فالور باساجير. C'est pas évident. Il chante la chanson éternelle. Il va faire partie des éternels. Dans le futur, il sera éternel. Inch'Allah. Je ne sais pas si je suis un homme. في
ريانيماسيون اورنيال المغربيه في انعاش لا لا ماتت انا كل اللي كان زوق فيه اش كنقول له عافاك غني لي من عاد ديباك باش تفكر الوالده ديالك وكيغني هذه كل اللي من عاد ديباك ما قلتيش ليا سيدي حنا الاغنيه المغربيه واش ماشي كاع في انعاش في الخطر كاع لا هي غنقول لك واحد القصه متصير دغيا دغيا باش نتذكروا صراحه يلا حنا كنتكلموا على شبح الان نعم. انا هذه من 17 عام انا نتحدى اي صحفي نتحدى اي واحد في الميدان نعم. نتحدى ونقطع يدي امام الملا نعم. والله تنقطع يدي نعم. يعطيني صحفي قطعه الحنه هذه 15 سنه مغربيه واللي كلشي تغنيها لا ما يغنيهاش اغنيه مغربيه عصريه اعطيني عنوان ما كاينش في الارض يعطيني قطعه نعم. لان هذه الاغنيه قتلت الاغنيه المغربيه العصريه مات ابراهيم العالمي الله يرحمه مات جوج القتلات نعم. مات جسديا ومات فنيا مات عبد القادر رشدي جوج الموتات مات فنيا وجسديا مات عبد الرحيم السقاط جسديا وفنيا مات عبد السلام عامر جسديا وفنيا ماتوا كلهم نعم. ما بقاوش عندهم غرض بهم ارجوكم كان جا واحد النداء نعم. الله يرحم والديكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ودنينا راه ماتت راه بغينا نعيشوا راه ما بغيناش نبقاو نقلبوا على الانترنت ونقلبوا على فنانين نعم. اللي اسمهم نعم. يديروا قناه مغربيه تكون خاصه بدل هذه القنوات كلشي ما كيشوفوهمش الناس يديروا لنا قناه مغربيه خاصه بالاغنيه المغربيه العصريه الاصيله يديروا لنا قناه مغربيه خاصه بالمسرح المغربي وتكون قناه مغربيه 100% الله يجازيهم بخير وبلا ما يساو السي محمد فتح إيه انا كنقول اساتذه راه نعم انا ما قلتش كلشي نعم. واللي عزل طنجه وان شاء الله تعزل طنجه بوغ لا روتريت ايوا شتي جلست مع طنجه مرحبا بك سي العربيه كيرحب نعم الحاج يونس دابا انت مع هاد الاغاني اللي كانوا وتغناو بايقاع جديد انت مع هاد الموجه ولا لا هي سلاح ذو حدين هي انا 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 صراحه كنبغي نسمع الحاجه من عند مولاها نعم صراحه ولكن اللي ماتوا مساكن وانت عشتي معاهم دابا هاد الشباب انا عشت نعم. معاهم عشت نعم. معاهم كما قال مع سي محمد نعم. فنان كله عشت. انا مخضرم نعم. انا عشت مع فنانين ما قبل ما هادو اللي كانوا اللي انا دخلت موسيقى وانا صغير اذا لما كنت عندي انايا 17 عام كندير موسيقى كنت كنعاشر الناس اللي عندهم 60 سنه نعم. انا عاشرت بوسكي الله يرحمه وعاشرت شفتهم كلهم اذا هاد الناس حقيقه انا ماشي ضد بالعكس هما صوبوها اللي عجبني فيهم انا مع يغنيو قطعه نعم. ديال الفنانين القدام لان داروها بواحد اسلوب تجيل جديد نعم. وداروها بتقديم جديد وداروها بعازفين جداد نعم. مزيان باش بور اسيوري لا كونتينويتي نعم. جميل انا نعم. معاهم ياك معاهم انا معاهم اذا ما بقى لنا الا نودعكم اخر كلمه نعطيها لك سي عبد الله بياتي شنو المشاريع ديالك المقبله من بعد الحفل ديال 8 مارس شنو تتوجد كاين شي البوم ان شاء الله كاين البوم قريب ان شاء الله هيكون فيه كوكتيل ديال نعم. الاغاني الجميله سواء كانت مغربيه ولا شنو غادير لها ايقاع جديد وريتم جديد و ها يعني غتكون توزيع جديد وغنختار المقاطع اللي هما محبوبين عند الناس واللي هما نعم. شويه ناشطين وهذا تنتمناو لك التوفيق وان شاء الله من يوجد الالبوم مرحبا بك في الموزايك شكرا تنشكرك الاستاذ الفنان القادر الحاج يونس قدينا معك لحظات اكيد شيقه ومفيده مع هذا الماستر كلاس اللي في ساعه ونص راه خدينا منه بزاف الحوايج شيء نتمنى ان المستمعين عجبهم الحال تنشكرك مارسيل بوتبول لانك لبيتي الدعوه باش نذكروا المستمعين بانك كنتي في الاسبوع اللي فات ضيف موزايك وطلبنا منك انك تجي حاضر وجيتي باش تقول كلمه في حق هذا الشرف كبير ليا الحاج يونس اللي عاود شفت خويا الحبيب ديالي الحاج الشرف لينا كنا الحاج يونس نعمل المشاريع ديالك دغيا الله يجازيك بخير شنو كاين شو راه تبرى لي ان كاين موازين كاين موازين هذا جميل الحق كنشكر موازين لان ماشي اول ماضي شارك موازين نعم. انا شاركت في الدوره الثانيه ديالو نعم. دابا هذه 12 10 سنين بعد تعطاتني قيمه ما نكذبش عليك انت تحتفل ب 10 سنين هي طبعا هذه تعطاتني قيمه في الدوزيام ايديسيون والحمد لله فكروا فينا غادي نساهم الله يجازيهم بخير اللي فكروا في المغاربه فانا
سعيد جدا لهذه الشركة. وطبعا عندي عروض كثيرة برا، عندي طبعا عندي الصين، عندي ان شاء الله عندي في هونغ كونغ، عندي ولي هاد اليامات وليت كندير ديريكسيون لازي، كنمشي لها بزاف الازياء، وعندي لهند حتى هي ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق وان شاء الله ترجع وترجع من الجديد. وتنشكركم مستمعينا الكرام دائما لوفائكم لبرنامج موزايك البيست اوف ان شاء الله، باش تسمع راسك وتسمع راسكم ان شاء الله نهار السبت دائما الساعه الواحدة على اذاعه واحدة اللي كاينه. سعيد انا اللي كنت معكز لمنتصف نهار كبير هذا والله، لا حضور ديالك اضافه كبيره للبرنامج. مستمعينا الكرام الى اللقاء.